هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق شوط جديد من أشواطنا لهذا اليوم، هو الشوط الحادي عشر في مجموع الأشواط الذي ينطلق خاصا للقعدان اللقايا المحليات الأصايل. نذهب إلى المركز الأول، مشغل حمد بن عبيد بن محمد بن حاده الكتبي الذي يعلن عن وجود مشغل على المركز الأول، بينما في المركز الثاني يتقدم الذهب محمد بن حارب بن محمد بن حاده الكتبي على المركز الثاني في هذه اللحظات. ثالثا شاهين محمد بن خلفان بن بينونه الكتبي، وعلى المركز الرابع يتواجد محتفل مبارك بن محمد بن طماطم العامري الذي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس كفو عبد الله بن سعيد بن صقر اليابري، وسادسا ياتينا هناك عتيم عامر بن قانوش بن محمد العامري. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للمراكز المتقدمه الاولى. حيث نتابع هذه الشعارات المنضمة إلى الصدارة بانطلاقها ووجودها. شوف الأسماء الأخرى يا مصورنا، بقية الشعارات بقية الأسماء، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى المقدمة والصدارة. هذا هو مشغل حمد بن عبيد بن محمد بن حاذة الكتبي الذي يعلن عن وجود مشغل على المركز الأول بانطلاقه المثير. يا سلام على هذا الأداء الجميل على صدارة الشوط والمركز الأول، بينما هنا على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات مختار محمد بن معتوق بن شامس العامري، وعلى المركز الثالث يصل عتيم عامر بن قانوش بن محمد العامري، يصل بقوة على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الوصول من انطلاقة الذهب محمد بن حارب بن محمد بن حاذة الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع هناك الوصول مع هذا الوجود من هملول نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي، وهناك يصل على الجانب الآخر يتقدم ثمين عبد الله بن يوحان بن عبد الله المهيري، حيث يطلق لنا هذا الشعار، وكذلك إرسال سعيد بن منانه بن قدير الكتبي يتقدم بوجوده مع هذه اللحظات. هذه هي الأسماء
وهذه هي شعارات الحاضرة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الذي يحمل الإثارة. حيث نتابع الصدارة والمركز الأول، الصدارة ومقدمة الشوط. الله، يا سلام يا مختار، يا سلام يا المغامر، يا سلام يا محمد، يا محمد يا بن معتوق، يا العامري. ركز 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 مع مختار. مختار هو يختار المركز الأول، مختار يختار الصدارة، يعلن تواجده على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بهذه اللحظات المثيرة والصدارة مع هذا الشعار مع محمد بن معتوق العامري الذي يعلن هذا الوجود. بينما في المركز الثاني يتقدم عتيم عامر بن قانوش العامري، والثالث يصل مباشرة رماد محمد بن يابر بن مسعود بن هادي الذي يتقدم، وهناك الوصول من إرسال سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. ولكن المغامر، المغامر ومغامراته، المغامر وإبداعاته، المغامر دائما يبدع، يتواجد بهذا الاسم. سلام سلام يا بن معتوق، تهانينا إلى محمد بن معتوق بن شامس العامري على انتصار مختار بالمركز الأول. بينما في المركز الثاني يصل رماد محمد بن جابر مسعود بن هادي. المركز الثالث يذهب إلى وجود عتيم عامر بن قانوش العامري. المركز الرابع، رابعا يصل من خلال هذه اللحظات بانطلاقته ألا وهو هملول نايف بن محمد بن صلاح العبابي. الخامس يذهب إلى إرسال سعيد بن منان بن غدير الكتبي. التوقيت الزمني 6 دقائق 22 ثانية. تهانينا والناموس.